الشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ عبيد الجابري حفظهم الله تعالى. من يطعن فيهم؟ بعض الشباب الذي قد غرر به ويتكلمون على هؤلاء الرجلين العلمين بأنهما دعاة للحزبية ودعاة إلى تفريق المسلمين. أول شيء أن الشيخ ربيع أنا أعرفه أكثر، أما أكثر فمعرفتي هي محدودة، لكن الشيخ ربيع أعرف أنه من أهل العلم والسليمي العقيدة، وهو تخرج من الجامعة الإسلامية أيام رئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز شيخنا رحمة الله عليه للجامعة. فهو ولله الحمد محل ثقة وفي خير كبير، وعلى فرض أن أي إنسان يكون في عيب، لا في أحد معصوم سوى محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كما يقول ذاك كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. وأما الشيخ ربيع فأنا لا أعرف له ولا